قول القضاء ما بقتش يعني انا لو اتخانقت مع حد مش هلجأ للقضاء، هروح اخد حق بايدي. يعني الناس بتقول كده لان القضاء حباله طويله فمش هاخد حقي، فهتفضل حاسس الاحتقان موجود. لو انا متخانق مع جاري طول الوقت محتقن ضده على الاقل ممارسه. برضو على حسب الثقافة، على حسب ثقافة المكان اللي انت فيه، يعني ما تقدريش انك تعممي هذا الكلام. لو بتتكلمي على قرية الوضع مختلف فيها عم بتتكلمي على حي شعبي الوضع بيختلف فيها، بتتكلمي على حي مختلف يعني حي راقي شوية، يعني برضو ما تقدريش انك تعممي الكلام ده. هو يعني فين بنلاقي خناقات كتيرة في الأماكن المختلفة، فهتلاقي مثلا ما زلنا رغم يعني في عز الثورة وفي عز الغياب الأمني وفي عز كل الكلام ده، السرقات والقتل والكلام ده ما زادش إلا في إطار الإرهاب، لكن بره الإرهاب الحاجات كانت محدودة وملمومة، والحاجات حتى اللي بيسرقوا عربيات بيرجعوها ببتاع ده بفلوس. فاللي أنا أقصده إنه فكرة إن إحنا بقينا مجتمع عنيف أنا مش شايف كده، أنا شايف إن إحنا بقينا مجتمع أكثر تعبيراً عن غريزة العدوان جوانا، ممكن نقول اكثر عنفا مما سبق، لكن ما احناش مجتمع عنيف مقارنه بما سبق، لكن ما احناش مجتمع عنيف. وانا شايف انه ده ايجابي اكثر منه سلبي. تعالي مثلا نضرب مثل بسيط، الالترس اللي كانوا بيروحوا الملاعب ويقعدوا يصرخوا ويغنوا ويشجعوا ممنوعين، طب هيروحوا فين الالترس دول؟ مش هيتخانقوا مع بعض؟ مش هيضربوا بعض في الشوارع؟ طيب افتحي مجالات للناس تتنافس فيها وتطلع فيها هذا العنف بطريقه ايجابيه، بطريقه بناءه. اعملي مسابقات بالظبط، اعملي مسابقات للناس في الشوارع، في الشوارع يتعمل مسابقات في الشوارع، الناس تعمل مسابقات جري، مسابقات بتاع الكلام ده كله هيحل، ما هيحل الحاجات. انما فكره ان احنا اكثر ان احنا بقينا مجتمع عنيف انا مش شايف ان احنا بقينا مجتمع عنيف.